وميل علينا يا ضيف وميل علينا يا ضيف تلقى الفرح عنا والكيف تلقى الفرح عنا والكيف يا مثلا بالغوالي أهل الكرم والأصالي نسحة حلالي يا مالي نسحة حلالي يا مالي أهليني باللي شرفوا يا ضيفنا ما ألطفوا ابن الأصايل اللي عرفوا عنا الفرح ما له مثيل تحلى بحمانا المواويل سهراتنا تشفي الحليل نملاها بالفن الأصيل نملاها بالفن الأصيل ونرقص سوا رقصة السيف ونرقص سوا رقصة السيف تنغني على البدوي كلوا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي تنغني على البدوي كلوا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي يا مثلا بضيوفنا أهل الشرف والبسالي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي فلسطين يا أحلى بلد تاريخي مجدك بلالي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي بعد تراثك محتمي بتنو بكل الأهالي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي سمحات عطول الزمن حامل بفن ورسالي يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي يا مرحبا بإحبابنا يا مثلا بالغانمين يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي أهل الكرم شرفونا على الشمال وعلى اليمين يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي محلى تراث بلادنا بيعيش عطول السنين يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي محلى تراث بلادنا بيعيش عطول السنين يا حلالي يا مالي ويا حلالي يا مالي تحيات ريان ابو الزلم جنين والسلام على سيد المرسلين يا من تشرفت بمولده الكائنات واستضاعت بنوره الأرض والسماوات ورفعت له الساريات والرايات سيد السادات المكرم بالمعجزات أبا القاسم أبا الزهراء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد الحضور الأماثل من وافدين ومن مستقبلين أحييكم بتحية من القلب إلى القلب تحية يطيب شذاها مسكاً وريحانا وتحمل في طياتها حباً وعرفانا تحية أهل الجنة
لما يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأول كلمة بدأ بها القرآن الكريم، بأول كلمة نطق بها آدم عليه الصلاة والسلام، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، الحمد لله الذي شرع الزواج وخلق من الزواج سكينة ومودة ورحمة، إذ يقول العزيز الحكيم في قرآنه الكريم، في قرآن يتلى منذ 14 قرنا إلى يومنا هذا، قرآنا هو ربيع قلوبنا، قرآنا يشفي الصدور والأبدان. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويقول أيضا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أهالي سنجل الكرام، أهالي فقه المحترمين، بداية أتقدم إليكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، وأتقدم بالشكر إلى أهل بلدي الذين كرموني وشرفوني بشرف التحدث بلسانهم. الأخ أبو إياد، الأخ أبو عصام، الأخ طارق، أبو طارق، جئناكم، وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، جئناكم لتكونوا أخوانا لأولادنا، جئناكم نطلب المصاهرة، جئناكم بهذه الجاهة المتواضعة من أهالي بلدنا الطيب ومن الضيوف الكرام، آملين راغبين طالبين يد ابنتكم صاحبة الصون والعفاف هبة عاطف فقهاء إلى ابننا الشاب المؤدب المهذب الذي يتربع على عرش الرجولة بأدبه وأخلاقه، ولا نزكي على الله أحدا، سامي محمود علي، وذلك على كتاب الله وسنة رسوله. أهالي سنجل، أهالي فقهاء، جئتكم بجاهتي ونحن أحباب وأصدقاء، آملا أن نغادركم ونحن أجزباء، فلكم الرد والقرار، وما علينا إلا حسن الانتظار، وجزاكم الله كل خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الكرام، فوالله إن هذه الجاهة الكريمة لا تستحق منا إلا كل حفاوة وكل تكريم وكل حب وكل مودة. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباء من أهالي جلجلية عموما وأهالي العريس خصوصا، باسمي وباسم أخي عاطف فقهاء وباسم آل فقهاء عموما وباسم أهالي سنجل عموما، أرحب بكم وأقول لكم أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى جعلنا وقبل كل شيء بالمصاهرة ودون المصاهرة جعلنا أمة واحدة، وقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. فبيننا الأخوة في الله قبل كل شيء، ثم بيننا الأخوة في هذا الوطن وفي جراحات هذا الوطن الذي والله لا نكاد نعيش أفراحه إلا وفيها من المنغصات حولها ما يكفيها، ولكننا تعودنا أن نفرح، وتعودنا أن نقر، وتعودنا أن نبش، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأمرنا بأن نكون من أهل اللطف، أمرنا أن نكون
من الأحبة المتحابين في جلاله سبحانه وتعالى، ثم جعل المصاهرة أساساً لكل علاقة طيبة. هذه الجاهة الكريمة هي موضع تكريم، أولاً لأنكم إخواننا، وثانياً لأننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجمع الكريم من أهالي جلجلية الكرام ومن أهالي سنجل، أن يكون هذا الجمع مقدمة لبناء بيت طاهر صالح على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإننا على ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، بل وأتم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أعاذنا الله وإياكم من كل فتنة. وإننا بناء على ذلك لنتشرف أيها الأحباب بمصاهرتكم، ونقول لكم: حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة إن شاء الله مثوانا ومثواكم، حياكم الله. وعلى هذه النية نقرأ وإياكم الفاتحة. جزاكم الله كل خير. وسعوا المرجي دار المرجلينا، وسعوا المرجي دار المرجلينا.